تستقبل الملحقة الإدارية الثالثة بإقليم بني ملال أعداداً كبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وهو برنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة عبر توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين. السجل الوطني للسكان كيجيو كيتسجلوا كيجيهم واحد لوكود اللي كيتسمى المعرف الرقمي المدني، ومن بعد كيمشي كيتسجل في السجل الموحد اللي كيخرج ليه واحد المؤشر اللي هي العتبه باش انه كيستافد من لامو ويقدر يستافد حتى من الدعم. ملي كيدفع لامو يعني كيخرج ليه لامو بداك المؤشر، ابخي كيمشي كيدفع الدعم ديالو وكيستافد من الدعم. وتيرة هذه العملية تتواصل بشكل واسع من أجل تمكين المواطنين المستهدفين من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذا الدعم الذي شرع في تسليمه مع نهاية دجنبر 2023. وجدت أنا نستفد من هذا الأمر إن شاء الله، وهذا الشيء كاع اللي دايرين الدولة الحمد لله، بحالي بحال أي أسرة مغربية باغا تستفد من هذا الدعم هذا. عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة تتواصل بزخم كبير في مختلف جهات المملكة، وتهم حوالي 1 مليون أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.